عالية بنفس الطريقة نفس الطريقة والهدف الهدف ديال التعادل. والمسجل هو اللاعب بن المعلم اسماعيل بن المعلم يعطي التعادل لفريق الرجاء البيضاوي. كل الركنيات ديال فريق الرجاء البيضاوي تبدأ بنفس الطريقة كرة عالية نحو القائم الثاني. وهذه المرة أعطت نتيجة بارتقاء جيد وفوق الجميع للاعب بن المعلم اللي كنعرفوا عنده قامة طويلة. استغل الفرصة وأسكن الكرة في شباك الحارس حميد النادي ونتابع مرة أخرى. كرة كانت وراء جميع اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي يتأسفون على ذلك. ووجد اللاعب المعلم نفسه في وضعية جيدة وأرسل الكرة برأسية قوية داخل المرمى ديال الحارس حميد النادي.